طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم جميعا ان شاء الله يا رب، ويكون ايامكم كلها خير وفرح وامل وسعاده. مبدئيا هتبقى معاكم كل يوم ان شاء الله على اساس ان احنا نتكلم على بعض النقط اللي ممكن تساعدنا كلنا ان احنا نقدر نرتقي في الحياه اللي احنا موجودين فيها دي. اول حاجه احب اقولها ان انت افتكر اموات المسلمين. اي حد ميت عندك ادعي له، خصوصا في الايام ديت. اي حد انت تعرف ان او سمعت عنه ان هو توفى ادعي له، ولو ما فيش حد انت تعرفه توفى ادعي الاموات جميعا، لان في يوم من الايام احنا هنكون مكانهم وهنتمنى ان حد يدعي لنا. فعلى طول خلي الموضوع ده في بالك، ادعي لاموات المسلمين. دي حاجه. حاجه اتنين، ان عشان تغير اي عاده محتاج فترة زمنية معينة. الفترة دي ممكن تكون اسبوعين، 3 اسابيع، او على حد اكثر بتبقى 4 اسابيع، ودي احسن فترة اللي موجودة فيها اللي هي فترة رمضان. لو انت عندك اي عادة عايز تبنيها او تغيرها، يبقى انت عندك ال 30 يوم اللي جايين دول تقدر تعمل فيهم اللي انت عايزه بكل اريحية، ولكن انت محتاج ارادة التغيير. لو فرضنا ان واحد عايز مثلا يبطل تدخين او نفسه يبطل تدخين بس مش عارف، طب ما ممكن يكون دوت رمضان 30 يوم قدامه ان هو يبدا يأقلم نفسه على يقلل كمية السجاير مرة مع مرة لحد ما يخلص رمضان، وتلاقي نفسه ان هو غير العادة اللي عنده، او تبني عادة جديدة. عايز تتعلم حاجة جديدة، تتعلم مثلا جرافيك، او تتعلم مثلا الكمبيوتر، او تتعلم مثلا على المايكروسوفت، فممكن كل يوم تدرس حاجة صغيرة. الحاجة دي هتخليك توصل لتحقيق هدفك. لو محتاج مساعدة في وقت للتاني وحاسس ان في تشالنجز بتقابلك او تحديات بتقابلك، هحط لينك تحت الفيديو تواصل معانا، وهتلاقينا احنا بنتواصل معاك بحيث ان احنا نقدر نعمل لك كلاريتي او وضوح في حياتك. دي نقطة تانية. الحاجة الثالثة اللي عايز اتكلم عليها الصوم. وربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اخفى ثواب الصوم وخلالي، قال لك كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لان فعلا لو فكرت فيها هتلاقي ان الصوم هو العبادة الوحيدة اللي محدش بيشوفك انت بتعمل فيها ايه. مجرد واحد قاعد ما بياكلش خلاص. بس برضو الصوم مش عن الاكل بس، انت ممكن بينك وبين نفسك تروح تاكل وتبان قدام الناس ان انت ما بتاكلش، فيبان ان انت صايم. لكن برضو ان انت بتصوم عن المحرمات، عن النظر للحاجة الحرام، عن الكلام في الحاجة الحرام. لان في ناس بتختزل الصوم بس في الاكل، يقولك انا كده صايم. طب فين الصلاة؟ طب فين العبادات؟ طب فين ان انت لما بتتكلم ما بتغتابش الناس؟ طب فين النظر للمحرمات؟ فخد بالك من النقطة دي، لأن النقطة دي برضو أو النقط دي مهمة تحديدا عشان تقدر تساعدك على الصوم. والصوم مش عشان تحس بس بالفقير، ده جزء من أجزاء الصوم. هي الصوم عشانك أنت، عشان أنت ترتقي روحانيا وتقرب من ربنا أكتر، عشان أنت تحس بربنا أكتر، عشان أنت تستنى الثواب من ربنا، عشان أنت عارف إن ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك باب في الجنة، سايب لك باب في الجنة اسمه باب الريان، ده بس اللي بيدخل منه الصائمين، عشان أنت عارف إن في فرحتين للصائم، فرحة لما بتروح بتفطر بتحس ياه قد ايه ان انا تعبت ودلوقتي بفطر، وده اللي هو النجاح بتاعي او اللي هو الريورد بتاعي ان انا بفطر. والفرحه الثانيه لما تقابل ربنا وتشوف الثواب الكبير اللي ربنا خلاه لك بسبب الصوم. فخلي بالك من النقط ديت. وزي ما بقول ان انا هبدا معاكم في ان شاء الله في ال 30 حلقه اللي جايين، وكل يوم نتكلم على حاجه مختلفه، ولكن ابدا بعاده معينه عندك، خليها عندك واشتغل عليها، عشان لما يخلص رمضان تبقى انت طلعت انسان جديد، ويبقى هو ده التغيير في حد ذاته اللي حصل معاك. سلام.